بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، بداية أرحب فيكم جميعا. راح نبدأ اليوم سلسلة دروس حياة 804 للصف الثاني ثانوي الفصل الرابع مع الجهاز الهضمي. أهم الأهداف اللي راح نتناولها في درس اليوم عبارة عن توضيح تركيب الجهاز الهضمي وآلية عمله. أما بالنسبة للهدف الثاني عبارة عن راح نعرف الفرق ما بين المراحل المختلفة لعملية الهضم. ثالثا راح نبين أثر إنزيمات الهضم على الطعام. عزيز الطالب، لابد من معرفة وظائف الجهاز الهضمي. فما هي وظائف الجهاز الهضمي؟ أهم وظائفه عبارة عن تقطيع الطعام، طحنه إلى قطع صغيرة. الوظيفة الثانية عبارة عن تحويل المواد المغذية إلى مواد يسهل امتصاصها. أما الوظيفة الثالثة عبارة عن التخلص من المواد التي لا يمكن هضمها. فلا بد من التركيز على هذه الوظائف الثلاثة المتمثلة في الجهاز الهضمي. نتعرف على عملية الهضم عبارة عن رحلة تبدأ من المضغ. فإذا قلنا رحلة معناته أن هذه الرحلة تبدأ في الفم. أوكي عزيز الطالب، هناك نوع من الهضم يسمى بالهضم الميكانيكي. ما المقصود بالهضم الميكانيكي؟ الهضم الميكانيكي عبارة عن مضغ الطعام وتقطيعه إلى قطع صغيرة. معناته قطعة الطعام راح تتقطع لنا إلى أجزاء، لذلك سميته الهضم الميكانيكي. في تكسير إلى الطعام من قطع كبيرة إلى قطع صغيرة، فهذا المقصود بالهضم الميكانيكي الذي يحدث في الفم بواسطة الأسنان. هناك نوع آخر من الهضم يسمى بالهضم الكيميائي. ما المقصود بالهضم الكيميائي؟ عملية الهضم الكيميائي هي عملية تبدأ بنشاط الأنزيمات. لابد من معرفة أن الهضم الكيميائي هناك ما يسمى بالأنزيمات. الأنزيمات هي التي تعمل على تحليل الغذاء إلى جزيئات صغيرة يسهل على خلايا الجسم امتصاصها والاستفادة منها. فلا بد من التركيز إن الهضم الكيميائي تتواجد به الأنزيمات. فبالتالي بما أن الهضم في الفم يتواجد نوعين من الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي، لابد من الإشارة أن الهضم في الفم أول عمليات الهضم راح تصير إلى الكربوهيدرات. الكربوهيدرات مادة معقدة تتحول إلى سكريات بسيطة بواسطة إنزيم يسمى إنزيم الأمايليز. فالكربوهيدرات والنشا المعقد يتحول إلى سكريات بواسطة إنزيم الأمايليز، فهذا النوع من الهضم يسمى الهضم الكيميائي. ننتقل إلى الرحلة الثانية عبارة عن منطقة المريء. كما نلاحظ هذا هو المريء. ماذا يحدث في المريء؟ هناك تتابع لدفع الطعام نحو المعدة يسمى أو تسمى الحركة التي تحدث في المريء بالحركة الدودية، وهي تسهل عملية انتقال الطعام من المريء إلى المعدة. راح ننتقل إلى المعدة. فعزيز الطالب، لاحظ هذا المريء، فهناك حركة عبارة عن حركة دودية تسهل انتقال الطعام إلى المعدة. عزيز الطالب، فكر معي، ما هو أنواع الهضم؟ هل هو كيميائي أم ميكانيكي؟ في الحالات التالية: إفراز إنزيم الأمايليز في الفم. قلنا إنزيم الأمايليز، لابد من الإشارة أن هناك إنزيم الأمايليز، فأي نوع من الهضم؟ تقطيع وطحن الغذاء. ثالثا راح يفرز إنزيم البيبسين في المعدة. فبالتالي راح نتعرف على أنواع الهضم. إنزيم الأمايليز عبارة عن هضم كيميائي. ليش سميناه هضم كيميائي؟ لأن وجود هذا الإنزيم يؤدي إلى حدوث الهضم الكيميائي. أما بالنسبة إلى تقطيع وطحن الطعام، راح يكون إلينا هضم ميكانيكي. ليش هضم ميكانيكي؟ لأن صار في تقطيع إلى الطعام.
آخر شيء إفراز إنزيم البيبسين في المعدة. بما إنه هو إنزيم البيبسين فلا بد من الإشارة إنه هو هضم كيميائي. ننتقل إلى العضو آخر في الجهاز الهضمي وهو المعدة. عزيز الطالب لا بد من الإشارة إلى أن المعدة تتواجد هناك ما يسمى بالعضلة الفؤادية. العضلة الفؤادية هي العضلة التي تسمح بمرور الطعام من المريء باتجاه المعدة، فلذلك سميناها بالعضلة الفؤادية. ففي المعدة يحدث أيضا هناك نوع من الهضم الميكانيكي للحصول على المزيد من تفتت الطعام، فبالتالي يختلط مع إفرازات المعدة الحامضية. يتحول الطعام إلى سائل في المعدة. هنا السائل الذي راح يتحول يطلق عليه اسم الكيموس. لا بد من الإشارة إلى أن هذا المسمى لازم عزيز الطالب نحفظ أن هذا الكيموس هو السائل المتكون بداخل المعدة، فبالتالي يخرج الكيموس من خلال ما يسمى بالعضلة البوابية من المعدة إلى الأمعاء. فهني عبارة عن العضلة البوابية. العضلة البوابية الطعام الكيموس راح ينتقل إلى الأمعاء من خلال العضلة البوابية. ننتقل إلى المعدة، لازلنا في المعدة. المعدة تتكون من إفرازات حمضية. هذه الإفرازات الحمضية يمنعها من التسرب إلى المريء، نفس ما قلنا سابقا العضلة الفؤادية للمعدة. فماذا سوف يحدث لو تسربت هذه الإفرازات الحامضية إلى المريء؟ يعني الكيموس رجع لنا بطريقة رجعية إلى المريء، ماذا سوف يحدث؟ سوف يحدث ما يسمى بالحموضة. عملية الهضم بالتالي انتقلت إلى المعدة. المعدة لا بد من الإشارة إلى أن المعدة يتواجد بها ما يسمى إنزيم البيبسين. إنزيم البيبسين عزيز الطالب لا بد من التركيز أنه يعمل على هضم البروتينات. كذلك جدار المعدة تتكون من مادة مخاطية. فلو قلت لماذا تتواجد المادة المخاطية في المعدة؟ تتواجد المادة المخاطية لحماية المعدة من الإفرازات الحمضية ومن إنزيم البيبسين. فلا بد من معرفة ماذا سوف يحدث لو لم تتواجد المادة المخاطية. لو لم تتواجد المادة المخاطية سوف تتكون ما يسمى بقرحة المعدة. فالمادة المخاطية مادة أساسية، مادة ضرورية في المعدة، حماية المعدة من الإفرازات الحمضية، كذلك من إنزيم البيبسين. لازلنا عزيز الطالب في المعدة. ففي المعدة تتحول البروتينات المعقدة إلى سلسلة بيبتيدية. فالبروتينات راح تتحول إلينا إلى سلسلة بيبتيدية من خلال إنزيم البيبسين. لابد من معرفة أن إنزيم البيبسين يعمل على تحويل البروتينات إلى سلسلة بيبتيدية في المعدة. ننتقل إلى الأمعاء الدقيقة. يحدث فيها نوعان من الهضم، الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي. فالهضم الكيميائي والميكانيكي في الأمعاء الدقيقة تعتمد على إفراز ثلاث أعضاء عضوية في المعدة. عندي ملحقات الأمعاء الدقيقة عبارة عن الكبد، المرارة أو لها مسمى ثاني هو نفسه، الحوصلة الصفراوية والبنكرياس. راح نتعرف على ثلاثة الملحقات هذه من الأمعاء الدقيقة. بداية الأمعاء الدقيقة يحدث فيها نفس ما قلنا نوعين من الهضم، الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي. الملحقات عبارة عن الكبد. ما هي أهمية الكبد في عملية الهضم أو عملية الهضم في الجهاز الهضمي؟ فأهمية الكبد تعمل على إفراز المادة الصفراء التي تعمل على هضم الدهون، هاي رقم واحد. ثانيا عزيز الطالب لابد من معرفة أن الكبد يعمل على إفراز أو تفرز هذه المادة الصفراء في الأمعاء الدقيقة.
انتقل إلى الملحق الثاني، فهذه عندي الملحق الأول. الملحق الثاني عزيز الطالب عبارة عن الحوصلة الصفراوية. الحوصلة الصفراوية ما هي الدور الحيوي التي تقوم فيه في عملية الهضم؟ تخزن المادة الصفراء الزائدة لحين الحاجة إليها. فتخزين المادة الصفراء لحين الحاجة إليها. الملحق رقم ثلاثة عبارة عن البنكرياس. ماذا يعمل البنكرياس وما هو أهميته في الجهاز الهضمي؟ يعمل البنكرياس على إفراز أنزيمات لهضم الكربوهيدرات لبروتين والدهون. يعمل على هضم الكربوهيدرات لبروتين والدهون، فبالتالي كذلك راح يعمل على إفراز سائل قلوي. ليش راح يفرز هذا السائل القلوي؟ لابد من معرفة إن أهمية هذا السائل القلوي لرفع قيمة البي اتش في الأمعاء، مما يوفر وسط مناسب لعمل الإنزيمات المعوية. فعندنا أهميتين حيويتين لابد من الإشارة إليهم. بعد الإشارة إلى الملحقات المتواجدة في الأمعاء الدقيقة لابد من معرفتها في جسم الإنسان. بداية الكبد نشير إليها، هذه عبارة عن الكبد. أما بالنسبة إلى الحوصلة الصفراوية أو ما تسمى بالمرارة، هنا تكمن المرارة. الملحق الثالث عبارة عن البنكرياس. البنكرياس هنا، هذا عبارة عن البنكرياس. فهذه الثلاثة عبارة عن ملحقات الجهاز الهضمي. بعد الانتهاء من عملية الهضم الكيميائي تتم هناك عملية امتصاص المواد المغذية من الأمعاء الدقيقة. عملية الامتصاص راح تتم عن طريق ما يسمى بالخملات المعوية. عزيز الطالب لاحظ معي هذه الصورة، هذه الصورة تتمثل في الخملات. الخملات المعوية عبارة، ما هي وظيفة هذه الخملات المعوية؟ الخملات المعوية تعمل على زيادة سطح الامتصاص، امتصاص المادة الغذائية. فنفس ما شفنا هني الأمعاء الدقيقة تتمثل، هذه عبارة عن الأمعاء الدقيقة، تتكون بما يسمى من الخمل المعوية، الخملات المعوية. أهميتها زيادة مساحة سطح الامتصاص. أنتقل إلى آخر جزء، آخر الرحلة من عملية الهضم تتمثل في الأمعاء الغليظة. الأمعاء الغليظة تتكون أو راح نتعرف في الأمعاء الغليظة عفواً على وظيفتها ووظيفة الأجزاء الملحقة بالأمعاء الغليظة. نفس ما قلنا إن الأمعاء الغليظة هي آخر جزء من القناة الهضمية، يعني رحلتنا في الجهاز الهضمي بدأت تنتهي. كذلك ما هي محتويات الأمعاء الغليظة؟ محتويات الأمعاء الغليظة عبارة عن القولون، الزائدة الدودية والمستقيم. فعندي ثلاث أنواع من القولون، عندي ما يسمى بالقولون الصاعد، القولون المستعرض والقولون النازل. هذا القولون صاعد، مستعرض ونازل. كذلك ما هي وظيفة الأمعاء الغليظة؟ الأمعاء الغليظة عبارة عن امتصاص الماء فيما تبقى من الغذاء، فبعد عملية الامتصاص يصبح صلب القوام فيعرف ما يسمى بالبراز. وظيفة الحركة الدودية لعضلات الأمعاء الغليظة، فما هي وظيفة الحركة الدودية؟ ليش راح تصل لنا حركة دودية في الأمعاء الغليظة؟ تدفع البراز إلى المستقيم. لابد من الإشارة إلى المستقيم، المستقيم متواجد في نهاية الجهاز الهضمي، فبالتالي يتم التخلص من البراز عبر فتحة الشرج. فتلخيصا لما سبق نقول إن الفم نوعان من الهضم، يتواجد عندي هضم ميكانيكي وهضم كيميائي. لابد من معرفة أنواع الهضم في كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي. أما المريء لا يحدث به أي نوع من عمليات الهضم، وإنما عملية حركة، فراح تصير لنا عملية نقل سميناها بالحركة الدودية. ثالثا المعدة، ماذا سوف يحدث في المعدة؟ هناك نوعان من الهضم، الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي. رابعا الأمعاء الدقيقة،
يتواجد به الهضم الميكانيكي والكيميائي، كذلك امتصاص المادة المغذية. فعندي هضم ميكانيكي، كيميائي وامتصاص. نهاية الجهاز الهضمي نفس ما تعرفنا، الأمعاء الغليظة. ماذا سوف يحدث في الأمعاء الغليظة؟ الأمعاء الغليظة امتصاص إلى الماء. فعزيز الطالب، لو حبينا نقيم على فيما سبق، اللي قلناه فيما سبق عبارة عللي حدوث الحموضة للشخص. عندي سؤال أول، فكر معي ليش راح تحدث الحموضة إلى الشخص. رقم اثنين، أي أجزاء من الجهاز الهضمي يحدث فيه الهضم الكيميائي والميكانيكي أولا، النوعان من الهضم. رقم ثلاثة، وجود الخملات في الأمعاء الدقيقة. فأتمنى أن فكرت معي عزيز الطالب. ننتقل إلى السؤال الأول، لماذا تحدث الحموضة للشخص؟ نفس ما شرحنا وقلنا إن بسبب سماح العضلة العاصرة الفؤادية في الجزء العلوي من المعدة راح يصير فيه تسرب إلى الحمض، تسرب الحمض إلى المريء. أما بالنسبة للسؤال الثاني، أي الأجزاء من الجهاز الهضمي يحدث فيها الهضم الكيميائي والميكانيكي أولاً؟ راح يحدث لنا في الفم، راح تصير لنا حركة اللي هي الحركة الميكانيكية، الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي. رقم ثلاثة، علل وجود الخملات في الأمعاء الدقيقة. ما هي أهمية هذه الخملات؟ نفس ما قلنا سابقا إن وظيفة هذه الخملات عبارة عن زيادة مساحة امتصاص الطعام. أعزائي الطلبة، شكرا لحسن استماعكم، وأتمنى منكم الاستفادة من درس اليوم.